هل يصح رفع أذان المميز وإمامته؟ أو المميز هو الصغير الذي لم يبلغ ولكنه يفهم. المميز هو الصغير الذي يفهم، يقول يعني يفهم الجواب، يفهم الجواب، هذا المميز. أذانه يصح، أما إمامته فاختلف فيها أهل العلم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن إمامته في النافلة تصح، ولكن الكلام في إمامته في الفريضة، والأظهر والله أعلم أنها تصح، ولكن الأفضل لا يتقدم إلا إذا كان في هناك حاجة لا يوجد غيره، مثلا مثل ما حصل لعمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة ما كان في غيره، هو الوحيد اللي حافظ في قومه، فكان يقدمه، هو مميز صغير. فأما إذا كان هناك من هو حافظ من الكبار لا يتقدم الكبير، ما يتقدم المميز، خروجا من الخلاف.